مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الاجتماعي من واقعنا. كثيرا ما يفضل المستهلك اقتناء المواد الطبيعية من بينها الصابونة. هذه المادة التي تعرف استعمالا واسعا لدى الناس بغرض الحفاظ على البشرة وما إلى ذلك من أغراض، ورغم كل المنافع تبقى الاستشارة ضرورة قبل الاستعمال. تقول نادية سلطاني في هذا الروبورتاج. الذي اكتسبته السيدة بهية في صناعة الصابون الطبيعي الخالي من المواد الكيميائية منح لمنتوجها بصمة خاصة في السوق الوطنية. مشروع الورشة الموجودة ببلدية بودواو بولاية بومرداس بدأ يجني ثماره بعد سنوات من الجهد والتعب، فما سر الاهتمام بهذه الحرفة؟ أصلا والدية وصديقة العائلة تاعنا كامل تهتم بهذا المجال من بكري، ما كنت عاملة في الصحة صافي مخبرية، دونك الشغل ما جاتنيش صعيبة الحالة، صافي كنا نديرو دي فورمول هكذا بنفس الطريقة. راني في المواد الطبيعية بصح نستعملو مادة كيميائية اللي صديقة نخدمو بها لابد نجوزو عليها الهيدروكسيد دو صوديوم الصودا الكاوية، شغل من بعد هي اللي تعطينا المادة مع الزويت تعطينا الصابون، من بعد بلوتاغ سينو تخاليز ما تبقاش يعني تروح. نستعملوا كثرا زيت الزيتون، وكاين زيوت أخرى زيوت نباتية ومثلا زيت جوز الهند مواد كوكو، وكاين زبدات لي بوغ فيجيتو كيما البوغ دو كاريتي زيت الشيا، كاين الكاكاو يعني خدمة به الكاكاو، ونستعملوا ثاني صدر ديزاج وإضافات في الصابون على حسب البشرة نوع البشرة. صناعة الصابون تمر بمراحل عدة قبل أن تصبح المادة الخام جاهزة لسكبها في قوالب خاصة. انا والله الزبائن كاع جينيرالمون يعاودوا يرجعوا ويعجبهم باسكو نخدموا دو بانكور الصح كما نقولوا مع ربي الانسان يخدم حاجه مليحه، هذه هي الزبون يعاود يولي يلقى نتيجه بالطول يلقى نتيجه. صدق الصابون كي تغسلي به ماشي نهار الاول يبان. معرفتها بادق تفاصيل هذه الحرفه ساعدت صاحبه الورشه على تطوير المنتوج دون المساس باصالته. صافينا نبيعو من 30,000 40,000 45,000 على حسب المكون يدخل فيه. الناس كي تكون متقفه ومطلعه على هذه الحوايج هاي تفهم واش معناته وما تستكثرش فيه القيمه تاعو يعني. وكاين الناس لا ما تفهمش ما تقول لك يحوسوا على الحاجه اللي تريح ويحوسوا على الحاجه اللي يشموا فيه شويه زيت زيت ريحه زيت زيتون يقول لك نو ماشي ما يعجبهمش. بهدف توريث الحرفة تتقاسم العمل مع أفراد عائلتها. أنايا الدومين تاعي سي الإعلام الآلي، دونك نسير لي باج تاعنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دونك أنا أختي شادين كوتي توسكي ماركتينغ ديجيتال معناتها التسويق الإلكتروني عبر المواقع الاجتماعية، نديرو لا بوبليسيتي إكسيتيرا، بلوس أنا عندي كوتي تاع لا ليفغيزون لي دوموند أنا اللي نشدهم أنا اللي نديهم. بكري نلقاو غير ناس الدومين فغيمون اللي كانوا يحبوا البيو شغل يعرفوا له ويحوسوا يتبعوه يشرو. مي فوالا بصح هاد الوقت الحالي راني نشوف بلي ميم صغارات يعني ماشي تاع ناس الدومين ولا الكبار ولا ميم صغار لي جان في اكسيتيرا راهم يروحوا فيغ البيو. في بومرداس طلبوا لي الناس باش يتعلموا، ما كاش وين ما ماذا بيا لو كان يكون عندي لوكال نخدم ونعلم ناس معايا. ورحت انا باش نطلب لوكال قال لك لا انت يا غوتريتي ما عندكش طوا باسكو فو باسي بار لو جيم. التكوين عامل فاعل في الحفاظ على استمرارية هذا المنتوج التقليدي.
الصناعة التقليدية والحرف لولاية الجزائر تواظب على تنظيم دورات تدريبية في هذا التخصص. نحب كل حاجه ناتوريال طبيعيه، من جاتني هاد ليدي باسكو نحب هاد الحاجه. دوره تكوينيه ما شاء الله، الواحد برك يبحث وتكون عنده لا فولونتي باش يدير حاجه اللي يحبها، هي ديسپونيبل. وعيه تاع المتكونين على في هذا المنتوج في مستوى تعليمي يتراوح بين المستوى الثانوي والجامعي، ورأينا أن التي يعني الفئة التي تم منحها بطاقة الحرفي الكثير منها في مستوى الجامعي، خاصة في مجال تخصص الكيمياء والبيولوجيا، لأن من السهل جدا على هذه الفئة الانخراط فيها في صناعة منتج الصابون التقليدي بسبب قدرة على التحكم في الخلطات وكل ما يتعلق بالمقادير التي يحتاجها هذا المنتج. فعلا هي الدورات التكوينية هذه كان عادة ما يغلب عليها الفئة النسوية أكثر منها، ولكن لا، هي مفتوحة للجميع، وهناك الكثير من الحرفيين رجال يقوموا بالاستفادة من هذه الدورات التكوينية بصفة عادية مثلهم مثل النساء. الأطباء المختصون في الأمراض الجلدية يؤكدون على الفوائد العلاجية للصابون الطبيعي، لكن مع أخذ الحيطة في استخدام الصابون المناسب. استعمال صابون اليد لغسيل الوجه هذا طبعا أمر خاطئ، لأن صابون اليد ليس يعني فيه مكونات تناسب الوجه، وإذا استعملناه في الوجه ممكن أن يؤدي إلى حدوث جفاف واحمرار وتهيج في البشرة. استعمال الصوابين الطبيعية يجب أن يكون مناسب لنوع البشرة. البشرة الدهنية عادة يكون مميزاتها أنها تكون فيها زيادة في إفراز المادة الدهنية لسيبوم، وتكون معرضة لظهور الحبوب في الوجه. فمن الصوابين الطبيعية المستخدمة لها الصوابين التي تحتوي على كميات من الشوفان، الكبريت، النعناع. البشرة الجافة هي بشرة لا تحتوي على كمية رطوبة كافية، فهي رطوبتها أقل من الطبيعي، فاستعمال الصابون الطبيعي الذي يحتوي على زيت جوز الهند أو زيت الأفوكادو ممكن أن يساعد على ترطيب البشرة. فالشخص الذي يعاني من مشاكل في الحساسية وتحسس، فهذا طبعا من المهم أن يستعمل صابون لا يحتوي على السلفات أو على مواد مضافة. فضولنا جعلنا نسأل بعض المستهلكين إذا ما كانوا يدركون أن عليهم استشارة الطبيب قبل اختيار الصابون. طبيعي كشغل ما ولفناش حنايا، كشغل من بكري كشغل نغسلو بصابون اصطناعي، كشغل ما ولفناش طبيعي. لا كل لقاء طبيعي ويكون طبيعي 100% نشري، علاش ما نشريش؟ بصح لازم تستشيري الطبيب. لازم، ما عندناش هالثقافة بالك، هذه هي متدربة تاع الكوفيد كوم نيتيليزي جيل جافيل في ان بروبليم تاع الحساسية، راني نغسل بصابون طبيعي. بعد ما رحت للطبيب بيان سور وي، ما نقدرش نديرو من راسي صابون حساسية حاجة وع راسي لابو، فيدير لي برودوي شيميك سي با بون. طبعا هو أخصائي الأمراض الجلدية، هو المخول له بإعطاء الضوء الأخضر للمريض لشراء الصابون المثالي حسب نوع بشرته. الرجوع إلى الأصل في صناعة الصابون الطبيعي يضمن منتجات سليمة وآمنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بهذا المضمون آمن فتية من منطقة دار البيضاء، فهيئوا داراً يستقبلون فيها مرضى السرطان من كل الجهات.
يقومون بتقديم خدمات صحية ونفسية، وشعارهم في ذلك ابتسامة المريض لا تقدر بثمن، تقول رتبة أيت سعلي في هذا الروبورتاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا مسامر جد من باتنا. مرحبا بك. كنت في الهوبيتال تاع مصطفى باشا وقالوا لي عندك رونديفو غدوة إن شاء الله وما كاش من بات. بعد حصة من العلاج الكيميائي يبحث هذا الشاب عن مكان يأويه لبضعة أيام. معليش تقدر تبات عندنا، شوف عمر لي هذه الأوراق، أعطي لي الدوسي تاعك برك، كيفاش رونديفو تاعك وكيفاش عمر لي هذه. أمثال هذا المريض هم كثيرون، علاجهم يتطلب المأوى مع التغذية الجيدة بالإضافة إلى المتابعة الصحية والنفسية. هذه الدار راهي شغل سيتان ترانزيت، حنا شغل درنا هذه الفكرة باسكو على كاين دي فوا لي جمل بعيد باش يديروا لا غاديوثيرابي ولا لا شيميوثيرابي، كاين في نهارو بعد لوبيتال ديريكتومون يتعب اوكي، بصح كونت يل فيا باس لا نوي هنا عندنا يقعد ديبات صافي اوتوماتيكمون الكور تاعو غدوه ان شاء الله يكون يستوعب واش راح يدير في السبيطار، واوتوطون من بعد لا شيميو ولا من بعد لا غادو يعاود يولي هنايا يبان واش كتب ربي، يعاود يروح باش الكور تاعو ما يتعبش. دار الحسنه لمرضى السرطان بالدار البيضاء تتسع ل 21 سريرا، يقصدها المريض ليجد العنايه الكامله لمتابعه علاجه الكيميائي بالمستشفى. بالسبت نتلاقاو كاع ليكيب كاع بوغ لو ميناج لو كرون ميناج سي دي زيتيديون تاع باب الزوار اللي نشكرهم بزاف، طلبه تاع لا بيولوجي تاع باب الزوار، عندنا ثاني طلبه اللي جينا ثاني من دير ابراهيم اللي نشكرو ثاني الاكاديميه تاع الطلبه ثاني، الحمد لله كاين اندماج مع الطلبه بزاف سي دي زيتيديون، و اونتري طون يعني تاع لي جون تاع بينيفولا يعني حاب يقول ديجا هما في الدومين ديجا خرجوا ديجا لي زوبيتو وداروا. نعطيك مثل حنايا كيفاش باش تلاقينا كاع، تلاقينا في ريزو سوسيو. تحب الشطرنج نتايا؟ انا لعبت في الشطرنج. طلبة جامعيون حسنا تلاقيت بها فيسبوك، جي بروبوزي بون اجو في دي كلون بينيفولا، قلت لهم اسكي خصكم كلونيتو، بعث لهم في لاباج جي مون كونتاكتي، جيت انا عندي عندنا كلوب تاني في باب الزوار، جبنا ليكيب تاعنا باش نخرجوا لي زونفون هادو ما كونسيرو باش نخرجوا لهم الجو تاعهم تاع توجور مريض توجور في الفراش توجور مكسل ايتو يلعب il peut faire des trucs il peut dessiner يقدر يدير تاني la peinture يقدر يدير اشغال يدويه. هاد الغرفه درناها خصيصا للاطفال، درنا لهم اون بيبيوتيك، درنا لهم دي جوي دي جو تاع ايديكاتيف سوروبان، عندهم اون بروف تقري لهم سوروبان فوالا دي جوي ايديكاتيف بوكو بلوس ايديكاتيف. هاد لاشوم هي متطوعه بدار الحاجه مريم، مهمتها تحضير وتقديم غداء ساخن للمريض. انا بينيفول، كيكون ميناج ندير ميناج، كيكون عجينة اللي نعجن الحمد لله طياب يعني، وعندنا صوروبان. انا اصلا سبيسياليتي تاعي صوروبان، صافي عندنا دي زونفون كيجيو ويكون عندهم شي الوقت باش يروحوا يقراو ندير لهم ديكور لهنا ومن طون نقريهم صوروبان. ملي جينا مالاد لاكوي نجيبو له ان جو الحليب غاطو بوغ نحطوها لاز ونتهلاو فيه يعني بلبشي اللي نقدروا عليه فوالا سي بوغ كي يحسوا روحو الاز وماشي غريب على دارهم نستقبلوه بهذه الطريقه. مساعدة وخدمة الآخر هي مصدر سعادة هؤلاء المتطوعين، فابتسامة المريض لا تقدر بثمن. التوفيق بين الدراسة والعمل التطوعي يتطلب الكثير من التنظيم. الحمد لله يعني لحد الآن راني قدرت عليها
وعلى ربما الانسان اللي كان يقدر يدير اكثر يدير ما اكثر. الحمد لله لحد الان رانا قدرنا نقدرت ندير نوفق بين الدراسه ولا التطوع. الحمد لله احنا دوك انا هذا العام ان شاء الله راني في اخر المطاف تاع الدراسه، راني في ماستر دو باب زوار. عندنا شويه وقت تاع شويه وقت ليبر، نقدروا نجوا نديروا اعمال خيريه، نقدروا الحمد لله. كيفاش تحس روحك وانت كمتطوع هنا؟ والله سي كو تحس باللي راك داير حاجه في حياتك، يعني مع ربي سبحانه وتعالى ربي يوفقنا في هذا الشيء. و سي كو on a un rôle à jouer dans cette vie quand même. C'est pas pour ces, au moins pour ces gens malades. On apporte un plus pour eux. واش هو احساسك كي تخرجي منها وكنتي قدمتي خدمه للمريض؟ الحق الحق نروح فرحانه للدار والله العظيم نروح ميته بسعاده. كيما يقول لك واحد كي يدير حاجه تاع خير يحس توجور الخير. احنا كي نديروا واش نقدروا تاع خير. بون انا كلون ما في با سي با مون ميتيي ولا ندير كلون باش نخلص ولا كلون. اكتشفوني دي زامي قالوا لي تقدر دير كلوني تو. كنا رايحين دي فوا للسبيطار درت لهم كلون من تما وليت ندير كلون. رانا عائله وحده زعما، يعني هذه اللي نقولها لك. لا هنا شوف من عمر لاخر واحد رانا كاع فاميليا وحده والحمد لله متفاهمين حتى لتما. العمل التطوعي قبل ان يكون خدمه مجانيه تقدم للاخرين فهو افضل علاج مقاوم للقلق. فالعمل التطوعي والآن وجهتنا غردايا أحياءً للتراث المحلي. يحرص سكان هذه المدينة على غرس قيم التكافل والاعتماد على الذات، وذلك من خلال بعض الألعاب التقليدية الشعبية. الصورة والتجليات الحضارية ينقلها لنا زميل أمين شقبقب. الحديث عن غردايا يقودنا حتما للحديث عن عمرانها ونظامها الاجتماعي الفريد ولباسها التقليدي الشهير وتمسك أبنائها بعاداتهم وتقاليدهم. اليوم سنكتشف سويا تراثا تسخر به المنطقة وهو الألعاب التقليدية الشعبية. منطقة مزاب عرفت منذ القدم بنخيلها وواحاتها الغناء، اشتهرت بعمرانها وبيوتها الفريدة، مقابر ومساجد ومدارس عتيقة، عادات وتقاليد ضاربة في عمق التاريخ. هذا الثراء جعلنا نفتش عن أهم الألعاب التقليدية التي تكتنزها المنطقة، ولهذا الغرض التقينا بالباحث في التراث الأمازيغي مصطفى العلواني. لدينا الألعاب التقليدية التي هي أيضا في طريق الانقراض، حيث جمعت في كتيب إن شاء الله سوف يخرج بعد أيام إن شاء الله فيما يخص أكثر من 200 لعبة تقليدية. لعب ليس من أجل اللعب فقط، ولكن لغرس القيم وبناء المهارات وبناء العلاقات والود واحترام الكبير. كل هذه القيم موجودة في الألعاب التقليدية. وأيضا ما يميز الألعاب التقليدية في مزاب تصنيفات الكثير الموجودة أكثر من أماكن أخرى. تصنيفات نرى أنها تصنيفات ألعاب تجاد الكبير كبار والصغار والعاب مشتركه، العاب للذكور، العاب للاناث، العاب مشتركه، العاب لدينا تقام في الصيف والعاب في الخريف والعاب في الربيع والعاب في الشتاء، والعاب مشتركه ما بين الفصول الاربعه، العاب تلعب داخل المنزل والعاب خارجها، والعاب تلعب باهازيج والعاب بدون اهازيج، والعاب بعتاد والعاب بدون عتاد. كل هذه التصنيفات موجوده. تحجورت من بين اشهر الالعاب التي لا يزال الشباب يمارسها الى غايه اليوم، وهي رياضة شعبية يتنافس فيها فريقان في الوديان أو وسط الجنان. الهدف نتاعنا من هذه اللعبة هو المحافظة على هذه اللعبة من الاندلاع. النخلة في غردايا ثقافة حياة، إضافة لاستعمالاتها العديدة عبر العصور وفوائدها الجمة، إلا أنها لا زالت تستعمل إلى غاية اليوم لممارسة بعض الرياضات التقليدية. نادي عمي سعيد لتسلق النخيل من بين الفرق القليلة التي لا تزال محافظة على هذه الألعاب التقليدية من خلال دروس نظرية تطبيقية يسهر على تقديمها أساتذة ومدربون أكفاء. لك الدروس تقريبا 4 سنين لدفر لم دغسيس يغلب ديتش راسيس من أفراق كادجال
يقدر الله يزلو إدارة يزلو لنا الشهر تنصر يزلو لنا تقيمة. الهدف الأساسي من إنشاء هذا النادي هو تربية النشء على الاهتمام بالنخلة. العديد من الألعاب التقليدية خصصت للأطفال الصغار، منها مندثر ومنها ما زال يمارس ويلعب إلى غاية اليوم، هدفها ترسيخ قيم فاضلة وغرس عديد المهارات لدى الناشئة. تكلا تختران تنتكري تختران خط مع أصحابك لعبت بها اسمي كوطر طرار أختي شحبين طرار تسحبينك لعبتو نبكري خصخت والو. تحجر تشعبين تكلا وغيرها من الألعاب التقليدية التي تختزن موروثا حضاريا يمتد في عمق التاريخ الثقافي الجزائري، واجب على كل الغيورين حماية وحفظ هذا التراث. طبق متجذر منذ قرون في تاريخنا، إنه الكسكسي بأنواعه المختلفة وأصنافه البديعة، صنفته اليونسكو إرثاً إنسانياً غير مادياً. إطلالة عن نسوة يبدعنا ويحترفنا تحضير الكسكسي في ولاية الشلف مع الزميلة حورية حراط، شاهدوا. موائد الطعام في ولاية الشلف لا يمكن أن تخلو من الطبق الأساس الكسكسي، هو جزء لا يتجزأ من عادات الأكل في المناسبات الأعياد الدينية وحتى في سائر الأيام العادية. كسكس بالخضرة، يعني ما كاش اللي ما يديروش مفتول في الدار نخدموا احنا تاع هكذا، يعني واش قلت لك مازالوا جداتنا اماتنا خي اخواتاتنا مازالوا محافظين على هذا العاده، يعني يتفتل، وكاين اللي مازالوا محافظين يتفتل في الليله تاعو، يعني في ليله المولود ولا في ليله المناسبه ليله العيد الكبير ولا يفتلوه في هذاك النهار، يعني ياكلوا من نعمه تاع يديهم حنايا سورتو جداتنا، وقاعد تقول لك خليني هاني قاعده مقصره هاني قاعده هذيك ديروا وتوجدوا وتفوروا، يعني في المناسبه تاع 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 المولود حنا عندنا المرقه اللي نديروها اللي نطيبوا عليها الطعام ديما تكون ديما نزيدوا عليها ديما نديروها بالزياده تاع الضيف، ايه ديما نديروها بالزياده. واش نديروا بها غدوم ذاك نديروا عليها العيش، حنا هو البركوكس حنا نقولوا له العيش، الغدوه من ذاك في النهار نطبخوا عليها العيش ونعطوا للجيران نعطوا كاع للدراري صديق كانت اللمه. تجتهد نسوة الشلف في إعداد طبق الكسكسي أو البركة كما يسمى هنا، حيث يتم مزج كل المكونات من توابل أعشاب وزيوت طبيعية حتى يكون الطبق صحياً 100%. الجيل هذا يعني راهو شوية قليل اللي راه يبغي هذه الأكلات، لكن احنا مع تداول الأيام واش درنا خلينا يعني الأمهات هذ الكبار انهم يخلي يغرسوا في ولادهم حب هذا الاكل، لان الاكله برا غير صحيه، وهذا الاكله يعني راهي طبيعيه، حتى الدقيق تاعها طبيعي، وبالمناسبه كاين نقولوا مثلا الاخت هنا البنت هنا تقارع لهذا اليوم باش تاكل هذه الاكله، لماذا كاين هناك من الامهات تاعهم يكونوا خدامات يعني ما يديروش الطعام ولا هذا العيش ولا هذا الا بالمناسبه. إذا واش احنا نديروا واش نوجدوا لهذا الجيل هذا اللي كاين، رانا دايرين هنا في الجمعيه وين رانا نعلموا بناتنا نعلموهم هذه الحرفه حتى يحبوها ويزيدوا يحبوها في ولادهم، يعني نبغي نغرسوها من الجيل للجيل، يعني حتى تبقى هذه الاكله مشهوره ومحبوبه وما تنحاش، يعني رانا نمدوها من الجيل للجيل. احنا اليوم ورينا الاكلات الشعبيه تاعنا وحضرنا بناتنا
حتى هما كذلك يتحثوا على الأكلة اللي يحبوها ولا ما يحبوهاش. أنا نحب ناكل لي ساندويتش لي بيتزا، ما نستنى بالبزاف هذو المناسبات اللي يجوا باش نتفكر يعني العادات وتقاليد الأجداد تاوعنا، ونفضل يعني ناكل البركوكس بزاف صالح. ما تحبش تسمعني؟ نو عجيني تو؟ نو عجيتو. هنا في شلف كاين مطاعم تقليدية، حتى في القاعدة تاعهم تبيها تقليدية، ما تبيهاش طابلة، تبيها كما نقولوا حنا دوك العصري، راه تبي بالشرماطو، تبي بالحنبل كيما هكايا ديكور. يعني كي تقعدي تحسي باللي ما كيش في مطعم، تحسي صح راكي في دارك هكا قاعدة في الارض، ماشي هكا على بونك ولا حاجة، تحسي تعطي يعني ترجعي للزمان. واش تقولي لهذوك اللي يحبوا ياكلوا لي فخيت ولي ستاك؟ لا ماذا بينا حنا ماذا بينا ينقصوا منها وياكلوا في الديار، ياكلوا كيما هكا كسكس، ياكلوا حوايج طبيعيين مخدومين في الدار، اكله صحيه. وفي الاونه الاخيره تحول الكسكسي ليس الى طبق تقليدي فحسب، بل مصدر رزق الكثير من النساء. المرأة الريفية في شلف جعلت في تحضير الكسكسي بأنواعه المختلفة مورداً مالياً لها ولعائلتها. كما أقول أنا مع الكافين مع النساء الريفيات، رانا نسهروا على كما أقول نبذل مجهودنا باش نبينوا المنتوج تاعنا، والحمد لله كما رانا نخدموا وشاركنا في عدة معارض وتلاقينا عدة شهادات وعندنا طلبيات كثير. صح انا بحال بالاقل كما قال لك المراه الريفيه زعما ما عندهاش امكانيات كثيره باش تبين المنتوج تاعها. يعني المراه الريفيه هنا في شلف كسرت هذاك الحاجز انها تقعد دائما في دارها محجبانه تقعد في دارها، صدقيني، واليد تاعها واش تنتج واش تعمل ما تصدقيش يعني، وما تمد المراه الريفيه يعني نقولوا قليل. الكسكسي الذي ينتزع اعترافا دوليا حيث ادرجته اليونسكو ضمن التراث العالمي غير المادي، يدخل في قائمه الماكولات في الكثير من ارقى الفنادق نظرا لتزايد طلبات الزبائن عليه. ما شاء الله. وبذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من برنامجكم من واقعنا. شكر موصول مني ومن الفريق التقني والصحفي الذي خدمكم اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.